السلام عليكم. اليوم شيواتنا ديال الفاسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم حريشات صغار اللي كيتحتاجوا اكثر من الكبيره. اللي غادي نحتاجوا لهم واحد نص كيلو ديال السميده، يعني الفينو احسن، ولا السميده الرقيقه ميته. وغادي نحتاجوا واحد المعلقه سبعه خنيشه ديال 7 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. هذه عندي راها النص فيها، وهذه عندي خنيشه ديال الفاني وحده. عندي كاس ديال الحليب عنبه معمرش، بالنسبه للناس اللي تيقولوا عنبه، اي كاس كيشبه العنبه هو اللي ماشي ضروري يكون ديال المغرب، ولكن يكون كيشبه له في ديك القياس ديالو، يمكن لهم يخدموه شحال من حاجه. عندي كاس لارب ما بين الزيت روميه والزبده، وإلا بغيتوا ديروا هذا زيت البلديه يمكن لكم. عندي هنا واحد المعلقه كبيره ونص ديال سنيده، وعندي معلقه صغيره عامره ديال الملحه، وعندي الخميره ديال الخبز اللي معلقه حتى هي. دابا غادي نبداو على مشيئه الله. غادي نبداو بالنواشف هي الاولى. غادي نديرو هاد السميده هادي هنايا، غادي نضيفو لها سنيده الملحه، كذلك الخميره. غادي نخلطو هادشي كامل. صافي، دابا غادي ناخدو هاد الزبده، غادي نخلطو بها هاد الخليط، ونضيفو كذلك خنشه ديال الفاني، ونضيفو 7 غرام هاد المعلقه هادي حتى هي غادي نخويها هنايا قدامكم ديال الخميره ديال الحلوه، كذلك فاني. واللي ما بغاش يخدم فاني ما يخدمهاش على حسب الادوار، حيت راه عندي منزله لكم واحد الحرشه عاديه حتى هي في الرابط كبيره، وهادو بالنسبه للصغار. دابا غادي نخلط هادشي هذا كله قدامكم مزيان، ويكون محرتت ماشي معوك هكا بيدينا، غير مرمروه مزيان هكذا. دابا من بعد ما انتم شفتوا خلط مزيان هادشي كامل، دابا غادي ناخدو هذاك الحليب نضيفوه حتى هو. بغيتو تخلطوا هاد الحليب الحرشه كلها غير بالحليب خلطوها، بغيتو تزيد ديروا لها غير الماء كيمكن لكم تخلطوها. دابا باش غادي نكملوا الجميع ديال هاد العجينه هادي، اما غادي تكملوها بالحليب اما تكملوها بالماء، انا غادي نكملها بالماء. دابا هانتوما هذا الكاس الثاني ديال الماء يكون دافي، حتى تجمع لنا القياس ديالو. ما تبقاوش تقولوا لي شحال د العبار ديري، على حسب السميده اللي كديرو واش كتشرب ولا ما كتشربش، ما نقدرش نحكم لكم انا شحال ديال الماء. انت ما شفتو كي كتجي، من الاحسن تجي هكذا ماشي قاصحه ماشي خفيفه بزاف، تكون هكا لانها غادي تشرب. بعد ما غادي نخليها ترتاح واحد 10 دقائق باش عاد غادي نبدا نخدم فيها. انتما شفتو القياس، شفتو القياس اللي كندير، هذا دابا راه غادي يشرب بوحدو، ومن بعد غادي نرجع لكم. صافي، هنايا من بعد ما ارتحت عندنا واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه، غادي نقبض، غادي نرش هنا السميده. ديروا فوق بلاستيكه ولا فوق البوطاجي نتوما اللي باختيار ديالكم، حنا غير كنحاربوا السميده لانها كتشتت. غادي نولي نرش عليها السميده، وغادي نرد عليها هادي باش نشوف القياس اللي بغيت.
كتجيكمش رقيقه. انا راني كندير هي كنرمي هاد الدلاك لان السميده كتمشي بوحدها. باش تجي منفخه او معمره شويه. كاينه مره اخرى ان شاء الله غادي ندير لكم وحده تكون بالخليع والزيتون تما صغيورين. هادو عندي هاد الليمون على جميع الاشكال الدواور. انا غادي نختار شي دور اللي يكون كبير شي شويه ماشي صغيره بزاف. نختار هذا زوين باش ليه شي وحده. يبقى عاقل عليها كي كنقولوا حنا بالمغربيه اللي هز ما يعاود. نحاولوا ما نكتلوش السميده بزاف لان كيمكننا عاوتاني نجمعوا اللي شاطنا باش ما ينشف لكمش الكريسات الاخرين. وحتى من ناحيه علاش كنديروا ميكا ملي كتجي تهزيها بعض المرات كتعكس كيمكن لك تقلبي بديك ميكا اللي عندك. دابا غنهز هاد الفوائد هادو كاملين بحال دابا هكذا. ها هما راه دابا السميده تفوق منهم. غادي ناخذوها مباشره وغادي نحطوها في المقله. علاش ما درتش السميده في المقله؟ لانها السميده قرصتها بها ما نحتاجو شيء. مازال ما لقيتش الحل ديال البوطه لان عندي جايه كوان يعني جايه في الهوك. جايني صعيبه كيفاش ندير لها الكاميرا ولكن انا غادي نوريكم المقله ان كي درت عمرتها. ها هي ديال المقله شحال هزات لي. دابا غادي نخليها هكذا. نزيد شي شويه ديال الحراره ونخليهم هكذا حتى كيقبطوا التحميره ديالهم وكنكملوهم. دابا هادو غادي ناخذوا شي غطيه ونزلوهم فيهم باش نكملوا الاخرين. هادو ضروري ترشوا لهم هكا سميده لانهم ما بقات هادي ما غادي تمص من هنا. هاكا دابا غادي ندوزو الاخرين. الاخرين غادي تكون هكا عباره على عجينه ومن بعد نقبطوها وقدوها. هادي ما نحتاجوش نديرو لها سميده بزاف غير اللي عندنا هنايا صافي. ونكملوها ونحاولوا ما نضغطوش. غادي نخليوها هكذا مبسطه حتى نحسو بهادو انهم قربوا يطيبوا عاد نقرصوهم. هادو غادي يجيونا هنايا ثلاثه. نغطيوها ونخليو هادي هنايا وانا غادي نبقى مستمره في هادو. ملي نحس بهم انهم بداو كيطيبوا غادي تجيبوا شي من بالا من لاسه اولا بالا باش تقدروا تهزوهم. غنعطيكم مثلا بحال هادي اولا بحال هادي هما اللي كيمكن لكم بحال دابا هكا تهزوهم لتحت وتبغوا تعرفوهم واش تحمروا ولا مازال. ملي تلقاو مازال ما تحمروش تخليهم ما كيبغيوش تحرك بزاف
ومنين تحسوا بشي قنت عندكم ما كيطيبش مزيان تبقاو تدوروا بيديكم. دابا غادي نبقايا انا هكا مستمره حيت نقلبهم نرجع لكم. ها هما دو قلبتهم، ها نتوما شفتوهم كيجاو محمرين. دابا غادي نكملهم حتى نكملهم ومن بعد نتلاقاو مع الشكل النهائي ديالهم. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا، ها نتوما كيف كتشوفوهم فتحتهم لكم حتى السمك ديالهم كيفاش كيجي. نتمنى يعجبوكم وتجربوهم، راهم كيجيو رائعين وكيصلحوا للضيوف، كيجيو كلاسيكيين ومصمقين. ونتمنى تشاركوني على القناة ديالي دائما، وشكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.